السلام عليكم. في الفيديو ده هشرح طريقة من طرق حل الـ consistent deformation، اللي هي تعتبر طريقة للـ indeterminate structure. زي ما شرحنا قبل كده في تحديد الـ indeterminacy بتاعة المنشأ، كنا بنقول إن طول ما عدد الـ equations أصغر من عدد الـ unknowns فده يعتبر indeterminate structure. زي ما قلنا، ممكن يبقى عندي مثلا 4 unknowns، 4 reactions مثلا، وما عنديش غير ثلاثة equations عشان أعرف أحل بيها، يبقى ده first degree indeterminate. طيب، الفكرة الأولانية في الحل هي إني يا إما أشيل unknown. يعني إيه أشيل unknown؟ يعني مجهول من المجاهيل دي أعرف أجيب قيمته بطريقة ما، فيصبح عدد المجاهيل 3 وعدد ال equations 3، فيبقى كده أعرف أحله بالطريقة العادية بتاعتي اللي هي ال equilibrium equations، أو إني أزود عدد الـ equations فخليهم يبقوا 4 equations وعدد الـ unknowns يفضلوا زي ما هم 4، فأعرف أحل برضو بالـ equation الـ equilibrium equations. تمام. أنا أشرح الفكرة التانية، إن هي زيادة عدد الـ equations عشان أسهل على نفسي الحل. في البداية كده البيم اللي قدامي دي هنجد رولر رولر 4 متر، 4 متر، 2 متر، 4 كيلومتر. أول حاجة هحدد ال reactions، دي أول خطوة. فأنا هيبقى عندي هنا YA، هيبقى عندي هنا XA، ده رولر، عندي YB وده رولر، هيبقى عندي واي سي. كده عدد الرياكشنز بتاعتي 4. طيب، اول خطوة هنعملها هي تحديد الديتيرمنسي بتاعت المنشأ. الاكويشن اللي احنا عارفينها اللي هي ال n بتساوي 3m plus R minus 3G plus S. ال M هي عدد ال members، وقلنا نبدأ الأفضل بال joints بتاعتي. ال joints أنا عندي joint الأولانية، joint التانية، joint التالتة، joint الرابعة. طيب، نبدأ بال joints. عندي joint الأولانية، joint التانية، وjoint التالتة. طب وبالنسبة للكنتليفر، اتفقنا خلاص ان الكنتليفر ده determined structure، انا عارف قيمة المومنت بتاعته من غير ما احسب اي حاجة، فبعتبره كأنه concentrated moment، يعني كأنه مش موجود الممبر ده، او ان هو جزء من الممبر اللي هو بي سي. يبقى انا كده عندي 1 2 3، عندي 3 joints، وما عنديش ولا intermediate hinge، ما عنديش special hinge. المومنت الممبرز عندي ممبر التاني اللي هما ما بين الجوينتس، زائد عدد الرياكشنز 1 2 3 4، عندي 4 رياكشنز. 3 في 2 6، و4 يبقى 10، ناقص 3 في 3 اللي هي 9. يبقى أنا عندي first degree indeterminacy، يعني عدد الـ equations أصغر من عدد الـ unknowns بواحد. طيب، الفكرة الأولانية هي إني أشيل support من الـ supports دي وأكون الـ main system بتاعي، والفكرة التانية هي إني أزود أنا equation. طيب، أنا أحط intermediate hinge ويبقى عندي عدد equations 4 وعدد الـ unknowns 4 وأعرف أحل. طيب، أنا أحل الفكرة التانية. الخطوة التانية بتاعتك هي إنك تكون المين سيستم وتكون الكوركشن سيستم، وبيبقى عندي عدد كوركشن سيستم يساوي عدد الـ degree of indeterminacy. فأنا عندي هنا كوركشن سيستم واحد بس. الـ
المين سيستم زي ما قلنا هيبقى عدد ال هيبقى determined structure، ويبقى عدد ال equations فيه بيساوي عدد ال unknowns فيه. فأنا هسمي المين سيستم بتاعي اللي هو zero، وهحط هنا ال intermediate hinge بتاعي. لما حضرتك تحط intermediate hinge كده هيبقى عدد ال equations بتاعتك بقت كام؟ بقت 10، وعدد ال unknowns بتاعتك بقت 10، فتعرف تحل المنشأ. طيب و ال correction system بتاعك اللي هو تصحيح الغلط اللي انت عملته، لان المنشأ الحقيقي ما فيهوش intermediate hinge، هو اني اعوض بقيمة الحاجة اللي انا شلتها بواحد طن او واحد مومنت. طيب اللي انا شلته هنا ايه المفروض ال structure ده؟ نفتكر كده مع بعض شكل المومنت. انا عارف ان هو المفروض يطلع حاجة كده. دلوقتي انا لما احط intermediate hinge هنا، فانا صفرت المومنت هنا. عشان ارجع اعدل الغلط اللي انا عملته ده، فبعمل ايه؟ فبضيف مومنت من الناحية الشمال، وبضيف مومنت من الناحية اليمين، واحد طن وواحد طن متر، او واحد كيلو نيوتن متر وواحد كيلو نيوتن متر، حسب اليونت اللي انت شغال بيها. يبقى ال correction system بتاعي هيبقى بالمنظر ده. ومنساش اني بشيل كل الاحمال اللي كانت موجودة، وارجع اعوض ب يونت مومنت او يونت فورس على حسب الحاجة اللي أنا شلتها أو الحاجة اللي أنا عدلتها. هنا أنا شلت اليونت مومنت، فحط هنا واحد كيلو نيوتن متر، واحد كيلو نيوتن متر، ويبقى ده بالنسبة لي هو الكوريكشن سيستم الأولاني. تالت خطوة عندك هي إنك تحدد قيمة الام نود والام واحد. ايه الام نود والام واحد؟ هي انك ترسم مومنت للكوركشن سيستم للمين سيستم اللي هو يبقى ام نود، وترسم مومنت للكوركشن سيستم اللي هي ام واحد. طيب لو جينا نرسم هنا المومنت الاول، بص هل انت محتاج تجيب رياكشنز عشان تعرف ترسم، ولا ممكن ترسم على طول من غير ما تطلع رياكشن؟ طيب ايه الاماكن اللي انا برسم عندها المومنت؟ بحدد السكاشن اللي عند اي تغير على البيم. فانا عندي عند الهنج ده هتبقى بصفر قبل الانترميديت هنج، او عند الانترميديت هنج هنا بصفر صفر، وهنا عند الرولر ده لو خدت سكشن قبله وسكشن بعده هيبقى حسب المومنت بتاعت الكنتليبر. فانا شايف ان انا هنا مش محتاج اطلع الرياكشنز. في مسائل تانية بتبقى محتاج ان انت تطلع الرياكشنز سيجما واي وسيجما اكس وسيجما مومنت. طيب لو جيت ارسم هنا المومنت اول سيكشن عند النقطة دي هيبقى المومنت بصفر، حتى هو رايت هاند سايد. لو انا قطعت السيكشن هنا عند النقطة سي وبصيت رايت هاند سايد، هلاقي 4 في الديستنس دي اللي هي 2، 4 في 2 تبقى ب 8، وهطلع ناحية ديل السهم لانها تبقى عايزة تعمل كده 8. طيب وعند الانترميديت هنج المومنت لما اقطع السكشن وابص رايت هاند سايد الاقيها بزيرو، فبص كده ترجع تاني للصفر. متنساش هنا دي 8 كيلو نيوتن متر، والساين بتاعتي هتبقى نيجاتيف. طيب وهنا الانترميديت وهنا الهنج الاخير ده هيبقى بزيرو، هنا بزيرو وهنا بزيرو. ابدا اعلق البارابولا بتاعتي من النص. قيمة البارابولا هنا هتبقى ال WL سكوير على 8، ال W اللي هي 8 في ال L اللي هي 4 سكوير over 8 هتطلع 16، وقيمتها ب positive. كده أنا رسمت إيه ال M node بتاعتي. طيب هرسم المومنت بتاعت ال system ال correction system، بس هحاول ارسمها تحت المومنت بتاعت المين سيستم عشان اعرف اعمل numerical integration اللي هنشوفه الخطوة الرابعة. طب المومنت بتاعت السيستم ده الاول هنشوف لو انا محتاج احسب reactions ولا مش محتاج احسب reactions. الاماكن اللي انا حدد عندها هنا هتطلع المومنت بصفر، هنا برضه هتبقى بصفر لما ابص من right hand side، وهنا هتبقى بواحد وهنا هتبقى بصفر. يبقى مش محتاج احسب برضو رياكشنز، واقدر ارسم على طول. قلنا هنا المومنت هتبقى بزيرو، بعد كده المومنت هنا تاني بزيرو، يبقى الكنتليبر كله بصفر. بعد كده المومنت هنا هتبقى بواحد، قيمة واحد ووصل بيه الزيرو ناحية ديل السهم، نفس الكلام الناحية التانية ووصل بيه زيرو.
وتبقى دي 1 كيلو نيوتن متر، الساين بتاعتي هي نيجاتيف، وده ام. الخطوة اللي بعد كده هي اني ابدأ اعمل انتجريشن او نيوميريكال انتجريشن للاشكال دي. طب تعالوا نفتكر الاول الايكويشن بتاعتنا. الايكويشن اللي احنا حافظينها بتقول لي التغير اللي انت عملته او الديفليكشن اللي هيحصل بتاع النقطة رقم 1 بيساوي ديفليكشن نقطة رقم 1 في المين سيستم بتاعك زائد ديفليكشن نقطة رقم 1 في الكوركشن سيستم بتاعك مضروب في فاكتور اكس. الاكس ده هو الانون الوحيد اللي انا لو جبته هعرف احل المسألة دي. الايكويشن اللي احنا حافظينها بالنسبة للفيرست indeterminacy. تعال نطبقها بقى على الشكل اللي عندنا او المسألة اللي عندنا. فهقول ايه؟ هقول هنا بقى ما بقاش change، هنا بقى ال difference in slope او change in slope اللي هو delta theta عند النقطة ايه؟ النقطة دي اسمها b. عند النقطة b المفروض ال change في السلوب عند النقطة B يكون بيساوي زيرو. الكلام ده deflection عن النقطة B بال superposition بتاعنا هي عبارة عن change في slope عند النقطة B في المين سيستم زائد change في slope عند النقطة B في الكوركشن سيستم مضروبة في factor. ايه الفاكتور او ايه الانون بالنسبه لنا المره دي؟ هي المومنت اللي هتبقى موجوده عند الهنج اللي هو مومنت ات نقطه بي سواء بقى ليفت او رايت. يبقى انا محتاج احدد كل الكلام ده طبعا بيساوي زيرو. يبقى انا محتاج احدد التشينج عند النقطه بي عند زيرو وتشينج النقطه بي في الكوركشن. نرجع نكتب الرول تاني. يبقى انا محتاج احدد قيمة كل change هنا في الاسلوب عشان اعرف اجيب ال m هو ال unknown الوحيد. change في الاسلوب عند النقطة b0 بتساوي integration m node m1 over ei with respect to dl او dx. يعني هعمل integration للشكل m node مع الشكل m1 عشان اعرف احدد الديفليكشن او التشينج في السلوب عند النقطه بي هنا. طيب ازاي بنعمل النيوميريكال انتجريشن؟ بحسب اريا بتاعت الشكل الاولاني اللي هو الام نود واحط قيمه الاريا في السي جي هنا كده واروح اضربها في الطول المقابل ليها عند المومنت التاني. تاني انا عايز احسب اريا بتاعت الشكل اللي بيحكمه function واحدة. يعني انا عارف ان دي تحكمها function واحدة اللي هي الparabolic function. انا عارف ان هنا ده linear ده بيتحكم ب function linear وعارف ان دي function تانية linear. فانا بقى integrate الparabolic function مع linear function اللي تحتها. فيبقى الاريا بتاعت الشكل الاولاني اللي هو m node حطها في ال cg وتنزل تضربها في ال m1. في الاغلب دايما بنعمل الاريا بتاعت m node مع الطول المقابل ليها في M1. في بعض المسائل بنحتاج ان احنا نعمل M1 الاريا بتاعت M1 ونروح نضربها في M نود عشان بيبقى الشكل هنا اسهل في الحسابات. بس الاثنين واحد لان دي احد الفانكشنز بتاعت او احد الخواص بتاعت الـ M المالتيبليكيشن. طيب تعال نسمي هنا الـ CG بتاع البارابولا V1 وتعال نسمي الـ CG بتاع ال triangle V2 ونسمي ال CG بتاع ال triangle التاني V3. وناخد بالنا ان انا هنا عملت اتجاه السهم من تحت يبقى ده اتجاهه هيبقى لفوق عشان بس افرق في حساب ال signs. طيب V1 ده موجود ال CG بتاعه في النص، في النص يبقى هينزل يضرب فيه نص ال M واحد، نص القيمة دي، نص الـ او الهايت اللي موجود هنا هيبقى نص الواحد اللي هو 0.5.
V2، V2 الاريا او السي جي بتاع الترينجل بيبقى موجود فيه تلت وتلتين. فيبقى عندي هنا هنزل اضرب في الطول المقابل ليها، الطول المقابل ليها اللي هو على بعد مسافة تلت من بداية الترينجل، يبقى تلت قيمة الواحد اللي هي 1/3. حسبتها ازاي؟ عملت اللينس ده، لينس الترينجل الصغير على لينس الترينجل الكبير مضروب في هايت الترينجل الكبير، هيديني الهايت بتاع الترينجل الصغير. وال في 3 هيبقى قصادها 0، فمش محتاج ان انا احسب قيمة في 1 بكام. في 1 هي اريت البارابولا اللي هي 2/3 2 over 3 في البيز بتاعت البارابولا اللي هي 4 في الهايت بتاع البارابولا اللي هو 16. تطلع النتيجة في الآخر ب 42.67. V2 هتبقى area ال triangle half ال base بتاعة ال triangle اللي هي 4 في ال height بتاع ال triangle اللي هو 8 تبقى 16. نبدأ نحسب. فأقول إن moment node هنا عندي ب V1 والإشارة بتاعتها ب positive، و moment 1 اللي هي بنص والإشارة بتاعتها بنيجاتيف. فاحنا ممكن بدل ما أركز على كل واحدة إشارتها فين، فممكن أقول إن طالما الشكل ده تحت البيم والشكل ده فوق البيم، يعني الشكلين في اتجاهين مختلفين، يبقى الإشارة على طول هتبقى نيجاتيف. واللي جاية دي هيبقى لو الشكلين في اتجاه نفس الاتجاه، يعني ده فوق البيم وده فوق البيم، ترانجل فوق البيم وترانجل فوق البيم، يبقى بوزيتيف، أو ده نيجاتيف مالتبلايد باي نيجاتيف فتطلع لي برضه بوزيتيف، فيبقى بلس V2 مضروبة في 1/3. طيب هنا في حاجة غلط، هنا أنا ناقص الـ EI وناقص الـ EI، فأنا لازم أرجع للمسألة عشان أشوف الـ EI بتاعتي بكام. لو رجعت المسألة هلاقيه كان كاتب لي هنا 2 EI، وكاتب لي هنا 1.5 EI، وكاتب لي هنا EI. طيب يبقى لما أنا هاجي أحسب هنا هقول V1 في نيجاتيف 0.5 على 2 اي اي، لان الشكل اللي انا بعمل له انتجريشن جزء من البيم ده الانيرشيا واليانجز مودل بتاعها ضعف في 2 اللي هو الجزء الثاني ده، هلاقي انه 1.5 على اي اي. لما نيجي نعوض يبقى نيجاتيف 42.67 over، طبعا كام ده مضروب في نص، over 2 اي اي زائد ال V2 اللي هي 16 1/3 على 1.5. final result بتاعتي تطلع ب negative 7.11 over اي اي. الجزء التاني او الترم التاني انا كده بقى حسبته، فاضل deflection بتاع النقطة B في ال correction system الأولاني. يعني باستخدام ال virtual work هقول إن أنا هعمل integration لل system ده، وبعد كده أشيل كل ال loads وأرجع أحط moment اللي هي 1/1 عند نفس ال system، فيطلع لي نفس ال moment، فكأني بقى integrate الشكل ده مع هيبقى integration M1 مع M1 اللي هي نفسها على ال EI في دي اكس، فدي دايما بتطلع ب بوزيتيف. لما ابدا اعمل انتجريشن ام 1 مع نفسها دي برضو ام 1، فبقول اريت الشكل الاولاني واحط قيمه الاريا في السي جي اللي هو هيبقى هنا نسميها مثلا زد 1، واروح اضربها في الطول المقابل للسي جي في الشكل الثاني. يعني السي جي هنا بيبقى عندي موجود على بعد مسافه تلت من الهايت وتلتين من التوب، نفس الكلام هنا، ودي مثلا زد 2 فهي على بعد مسافة تلت من الهايت و تلتين من التوب، وانزل اضربها في الطول المقابل. طيب في 1 ازاي اعرف الطول ده؟ هقول ان الديستنس دي على التوتال ديستنس مضروبة في 1، يعني 2/3 لانها تلتين القيمة. نفس الكلام هنا ده هيكون تلتين القيمة. لما اجي احسبها الاقي ان positive زد 1 في 2/3
مقسوم على 2 EI plus زد 2 في 2 over 3 مقسوم على 1.5 EI. طيب زد 1 بتساوي زد 2 بتساوي half البيز بتاعتي اللي هي 4 في الهاي بتاعي اللي هو 1، تطلع 2 كيلو نيوتن متر. equal نعوض 2 في 2 over 3 over 2 EI plus 2 في 2 over 3 over 1.5 EI، تطلع 1.56 over EI. يبقى لما ارجع اعوض في الاكويشن بتاعتي الاقي ان -7.11 over EI plus 1.56 مضروبة في الام بي over EI، الكلام ده كله بيساوي 0. اضرب الناحيتين في EI، الجزء ده هيطير والجزء ده هيطير، يطلع في الاخر قيمة الام بي بتساوي +4.55 اتجاه المومنت اللي انت عملته في الاول اللي هو كان بالمنظر ده كده، مظبوط يطلع 4.5 ايه. طيب اخر خطوة عندي هي اني ارسم البندنج مومنت وبعد كده ارسم الشير فورس دايجرام. هشوف برضو هل انا محتاج اطلع الرياكشنز ولا ممكن ارسم على طول. هنا انا عارف ان المومنت هتبقى بصفر، هنا انا عارف ان المومنت هتبقى قيمة الكانتليفر 4 في 2، هنا انا لسه حاسبها اللي هي الفور، نفس الكلام هنا هتبقى الفور وهنا بزيرو. يبقى انا مش محتاج احسب الرياكشنز، ممكن ارسم على طول. هنا قيمة المومنت هتبقى 4 في 2 اللي هي 8، هنا قيمة المومنت طلعت 4 هي 4.55 وهنا قيمة طلعت بزيرو. وصل ده داشد لاين وده يتوصل ستريت لاين وده يتوصل ستريت لاين، وأعلق البارابولا بتاعتي والدروب اللي هيبقى هنا اللي هو دبليو ال سكوير على 8 اللي هو 16. عشان اعرف احسب الشير يبقى انا مضطر ان انا اطلع الرياكشنز اللي عندي. طب ازاي اطلع الرياكشنز؟ عندي هنا في رياكشن اسمه YA، عندي هنا رياكشن اسمه YB، وعندي هنا رياكشن اسمه YC، و XA احنا عارفين انها تبقى بزيرو. تمام، والمعلومة اللي احنا عرفناها لما حلينا الانترميديت هنج ان المومنت اللي بالشكل ده كده قيمتها 4.55، فتقدر تقول دلوقتي ان سيجما المومنت عند النقطة B من اللفت هاند سايد هتكون بتساوي -4.55. لما نيجي نحسب كده اللفت هاند سايد هلاقي واي اي في الديستانس 4، دي للسهم من تحت يبقى بوزيتيف، يبقى واي اي في الديستانس 4 عايز تلف كده دي للسهم من تحت ماينس 8 في الأربعة اللي هي 32 مضروبة في الديستانس اللي هي 2، ودي للسهم بتاعها يبقى لفوق تبقى نيجاتيف 32 في الديستانس 2. كل الكلام ده بيساوي نيجاتيف 4.55. لما نيجي نحسب ال YA هتطلع ب 14.8625 كيلو نيوتن، نفس الكلام عن سيجما مومنت عند النقطة B بس من الرايت هاند سايد. هلاقي ان المومنت قيمتها نيجاتيف 4.55، انا عايز احسب عند النقطة دي رايت هاند سايد، فهلاقي الفور في ديستانس 6 تلف كده ودي لسه ما يبقى الفوق، فتبقى بالنيجاتيف نيجاتيف 4 في ديستانس 6 بلس الواي سي عايز تلف كده ودي لسه من تحت تبقى بوزيتيف واي سي في ديستانس 4، الكلام ده بيساوي نيجاتيف 4.55. يبقى الواي سي بتساوي 4.8625 كيلو نيوتن، ومن
سيجما الفورسز في ال y أقدر أطلع قيمة y b، فألاقي إن negative 32 اللي هي القيمة دي minus 4 اللي هي القيمة دي plus 14.8625 plus 4.8625 plus y b، كل الكلام ده بيساوي 0، يبقى ال y b تساوي 16.275. ورسمة ال shear force diagram هطلع ب y a، هطلع مع الطالع وانزل مع النازل، هطلع 14.8625 واكمل همشي داش لغاية 32 هتنزلني لحد 17.1375، هطلع ب 16.275 فتبقى 4.8625، افضل ماشي كونستنت لحد هنا ما هلاقي 4.865 فهتطلعني لحد 4، افضل ماشي والفور ترجعني.